أنتم أوقاتا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من وراء الحدث، نخصصه اليوم لواقع ومستقبل العلاقات المغربية الإسبانية. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا اليوم الأستاذ محمد دروين، وهو باحث بجامعة مدريد. أهلا وسهلا بك معنا، كما نسعد باستضافة الدكتور أحمد درداري، وهو رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات وأستاذ بكلية الحقوق بتطوان. أهلا وسهلا بك أستاذ. أبدأ معكم الأستاذ محمد دروين، سعيدة بلقاء، أهلا بك معنا. أريد أن أسألك أولا عن رد أغلب ممثلي الطبقات السياسية فيما يتعلق بمغادرة إبراهيم غالي التراب الإسباني بعد جلسة استماع واحدة. نعم، بالفعل الأخت جوهرة، رد الفعل أولا، رد الفعل الحكومة أولا، تحدثت الناطقة الرسمية بأس الحكومة السيدة روميرو، والسيدة أيضا كارمين كالبو النائبة الأولى لرئيس الحكومة، أكدوا أن عودة إبراهيم غالي إلى الجزائر من شأنها أن تخفف التوتر بين البلدين. يشار طبعا إلى أنه عند دخول إبراهيم غالي الحكومة الإسبانية لم تقل شيئا، والآن بعد مغادرة إبراهيم غالي أخبروا الحكومة المغربية على أن إبراهيم غالي غادر التراب الإسباني إلى الجزائر. هذا طبعا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك رغبة إسبانية في خفض منسوب التوتر بين البلدين. الأحزاب السياسية خصوصا الحزب الأول في المعارضة البي بي، الحزب الشعبي الذي زعمه سيد بابلو كاسادو، طبعا قال أنه الإسبانية الحكومة الإسبانية أدارت ملف الأزمة بشكل سيء، بل ذهب إلى حد المطالبة باستقالة السيدة أرانشا لايا السيدة وزيرة الخارجية الإسبانية. نفس الأمر، نفس الاتجاه صار فيه حزب فوكس وهو حزب يميني متطرف، أيضا طلب باستقالة وزيرة الخارجية السيدة غونزاليس لايا. والواقع أنه العقل الحزبي عموما والسياسي في إسبانيا بشكل عام هو متعاطف إلى حد كبير مع البوليزاريو، لكن التحول الذي حصل مؤخرا هو فيما يخص الحزب الشعبي. الحزب الشعبي واضح أنه غير من نبرته تجاه الموقف من البوليزاريو، وبدأ يطالب بشكل صريح بضرورة مراجعة هذا الموقف وباستقالة رئيسة أو السيدة وزيرة الخارجية. وطبعا أنا أتصور أنه في الأيام المقبلة سترتفع أصوات المطالبة باستقالة الحكومة، أيضا الحكومة وليس فقط استقالة السيدة غونزاليس لايا، وإنما أيضا سترتفع أصوات سواء داخل بي بي الحزب الشعبي أو داخل فوكس، لأن هذه الأحزاب اليمينية المعارضة سوف تطالب أيضا باستقالة الحكومة. أعتقد إن بقي الأمر على ما هو عليه الآن، إن بقي إيقاع هذا التوتر بقي بنفس الشكل. طيب، أما أمر إلى الدكتور درداري. أهلا بك دكتور معنا. برأيك أي رد مغربي مناسب على هذا التطور؟ شكرا الأخت جوهرة. أولا على إثر هذا التطور الذي تعرفه العلاقات المغربية الإسبانية، ونظرا لكون إسبانيا يعني تورطت في فضيحة ابن بطوش وأن توديعه التراب الإسباني دون إحالته على القضاء بشكل معقول، يعني هو يعني بمثابة تصرف يخلق نوعين من الأزمات، أزمة داخل إسبانيا وأزمة في علاقة إسبانيا بالمغرب. ومن حيث ردود فعل المغرب والمملكة المغربية، يعني هناك يعني مستقبل للعلاقات المغربية الإسبانية محفوف بالمخاطر، ومحفوف أيضا ومهدد بإيقاف جميع أشكال التعاون، خصوصا وأن الكل يعلم على أن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأن المغرب اليوم يضاهي دول يعني لها سيادة كاملة ولها قدرة اقتصادية ولها قوة إقليمية.
فالمغرب اليوم يعني يسائل إسبانيا وإن كان بيد المغرب إمكانية ترك باب أو نافذة التعاون مع الحزب الشعبي الحزب المعارض الذي يرى المنطق ويرى في الديمقراطية أن إفلات غالي من العقاب ودخوله إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية هو ليس في صالح إسبانيا وليس في صالح الثقافة الإسبانية والموجات الحقوقية التي تعرفها إسبانيا باعتبارها دولة ديمقراطية وتقر بالأغلبية وبالمعارضة إلى غير ذلك. ولكن أعود إلى المغرب فأقول بأن المغرب لديه كثير من العلاقات مع إسبانيا سواء تعلق الأمر بالعلاقات أو التعاون في مجال الأمني وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الدبلوماسي وأيضا في المجال التجاري، لا سيما أن المغرب الكل يعلم على أن المغرب له باع في مجال محاربة التطرف ومحاربة الجريمة وحماية ظهر أوروبا ولا سيما البوابة الإسبانية. فالمغرب اليوم أمامه عدة اختيارات إن أراد التصعيد وإن أراد أن يعامل إسبانيا بالمثل، فكان على إسبانيا أن تتحرى نوعا من الحكمة ونوعا من التريث في اتخاذ قرارات مثل ما أقبلت عليه. يعني هذا غالي والذي أخذ ثلاث أسماء، يعني اسم إسباني واسم إسباني لأنه حسب السجل في الاستخبارات الإسبانية أنه تم تجنيده سنة 1971 ويحمل رقم 269، وهذا الرقم ليس هو الأول وليس هو الأخير. يعني لابد من المغرب اليوم أن يدفع إلى التحقيق في موضوع الذي قامت به إسبانيا ألا هو تجنيد مغاربة ضد وطنهم بالإضافة إلى تجنيد جزائريين يقفون إلى جانب المغاربة، وهذا هو المشروع الحقيقي لفرانكو والقوى الاستعمارية اليوم وديكتاتورية القرن العشرين. ولسيما حينما نراجع يعني علاقة المغرب بإسبانيا فهناك علاقة اقتصادية مهددة وهناك علاقة استخباراتية مهددة بإيقاف التعاون، وهناك أيضا ظواهر اجتماعية يعني ظواهر دولية مثل الإرهاب ومثل الهجرة ومثل التجارة في البشر ومثل المخدرات. قد إذا أوقف المغرب يعني معاملته وتعاونه مع السلطات الإسبانية، لا سيما الكل يعلم أن المحيط يعني الأبيض المتوسط كان منذ القدم نشيطا على مستوى القرصنة وعلى مستوى الجرائم الدولية وغير ذلك. فالمغرب اليوم يمكن أن يقبل أو يمكن أن يعتمد على خطوات تحفظ أولا ماء غسل وجه المغرب ويدافع من خلالها على وحدته الترابية، وأيضا يمكن أن يبلغ رسالة إلى إسبانيا على أن المغرب اليوم يمكن أن يسلك جميع الخيارات ويوقف جميع أشكال التعاون في الملفات المعروفة والمتداولة. والمغرب الكل يعلم على أنه بلد فلاحي وبلد سياحي وبلد اقتصادي، وأن أقرب دولة يمكن أن تستفيد من المغرب هي إسبانيا، وأقرب دولة يمكن أن تستثمر مع المغرب في المجال الأمني وفي المجال الاقتصادي والتجاري هي إسبانيا. لكن إسبانيا مادام أنها تعاكس الوحدة الترابية للمغرب وأنها تعاكس الرؤية الأممية ومجهود الأمم المتحدة في نزاع الصحراء وتشجع يعني تعمل على يعني تشجيع الحرب بالوكالة ويعني تعطي الوكالة للجزائر لكي تقود حربا بالنيابة عنها، خصوصا وأن خيط يعني إبراهيم غالي أبانا عن هناك تنسيق سواء من حيث يعني التخطيط في الصحراء أو عن طريق تقديم الدعم لزعماء الانفصال عن طريق النظام العسكري الجزائري. إذن المغرب اليوم أمام مفترق طرق مع إسبانيا، ويمكن أن يلجأ إلى مناقشة الاتحاد الأوروبي أيضا وإلى يعني مشاورة موسعة مع إسبانيا لمعرفة مآل العلاقات. طيب بما أرجع إلى الأستاذ محمد الروين، ما عدا أستاذ الروين جلسة الاستماع يبدو أن الموقف الإسباني كان ثابتا من القضية. نتذكر التصريح الأول عندما قالت وزيرة الخارجية إن إبراهيم غالي سيغادر إسبانيا بعد زوال الأسباب الإنسانية، أي مرضه من إسبانيا. هل فعلا وزيرة الخارجية هي المدبر لهذا الملف؟ من يقف وراءها؟ ماذا يقال داخل الأوساط السياسية الإسبانية؟ نريدك أن تقربنا من نظرة الإسبان، كيف ينظرون إلى المسألة؟ أعتقد الأخت جوهرة أن تدبير ملف إبراهيم غالي تدبير تم بتنسيق استخباراتي أمني وقضائي أيضا. ما حصل البارحة، أعتقد البارحة حصلت واقعة مثيرة للانتباه لنا كمتتبعين، وهو أن الطائرة التي انطلقت من الجزائر لتأخذ إبراهيم غالي من تراب الإسباني انطلقت صباحا، وأشار إلى هذا موقع الكونفيدنسيال الإسباني، انطلقت صباحا ولما وصلت إلى سماء مدينة إبيزا أذن لها بالعودة.
والواقع أن خلال محاكمة إبراهيم غالي تمت أيضا صباحا للمحكمة الوطنية الإسبانية من طرف السيد قاضي التحقيق الذي كان يستمع إليه. ولكن الطائرة عادت مجديد مساء لتأخذ إبراهيم غالي. سئل البارحة في برنامج 24 ساعة إذاعة الإسبانية المعروفة السيد أبالوس وهو من بارونات الحليب الشراكي وهو وزير التجهيز والنقل في الحكومة الشراكية الحالية، سئل من طرف صحابي عن هذا الارتباك، لماذا أتت الطائرة صباحا ثم أذن لها بالعودة بعد أن وصلت إلى سماء إبيزا وعادت من جديد لتأخذ إبراهيم غالي وليس من مطار لوغرونيو، أخذت إبراهيم غالي من مطار بامبلونا. أعتقد أرجح نحن فقط نطرح أسئلة، ولا لماذا أتت الطائرة صباحا وأذن لها بالعودة وأتت مرة أخرى طائرة أخرى طائرة فرنسية لتأخذ إبراهيم غالي من مطار بامبلونا؟ أعتقد أرجح كذلك أنه التنسيق الأمني الاستخباراتي القضائي لم يكن، كان هناك ارتباك في أنه الصباح كان هناك جلسة اجتماع عن بعد لإبراهيم غالي والرجل سافر مساء على متن طائرة أخرى، وأعتقد أن هناك ارتباك في التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع القضية، وأعتقد أن هذا شيء مسيء لصورة إسبانيا. النقاش أيضا الذي دار في الجلسة ولكن المنطق يقول إذا تتبعنا منطقيا الأمور أن الطائرة التي انطلقت من الجزائر لم تكن قد انطلقت اعتباطيا، كان مخطط لها عندما لم تنزل إلى إسبانيا، لماذا ثم الطائرة التي أخذته هي طائرة فرنسية؟ ما يهمنا أن نعرف ماذا جرى بين ساعة عودة هذه الطائرة الجزائرية والساعة التي أقلت الطائرة الفرنسية إبراهيم غالي، هل كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الإسبان؟ ما الذي حسم المعركة لصالح، أو لنقل ما الذي حسم الأمر لصالح مغادرة إبراهيم غالي؟ هل رشحت أخبار عن هذا الموضوع؟ موقع الكونفيدنسيال ما جاء فيه خلال المعطيات التي أوردتها لكم قبل قليل هو ما أكده السيد وزير التجهيز والنقل السيد أبالوس البارحة في حوار مسائي على الساعة 10، وهو برنامج سياسي يومي لقناة 24 ساعة. سأله الصحفي لماذا هل هناك ارتباك أم ماذا بالضبط، أجابه بالكلمة سيد أبالوس على أن هناك ظروف تقنية ولوجستيكية مرتبطة بإعداد ظروف نزول الطائرة، لأن الأمر ما يتعلق بطائرة تجارية مثل باقي الطائرات، وإنما يتعلق بطائرة جاءت في ظروف خاصة لنقل شخص ليس كباقي الأشخاص، فالأمر يتعلق بزعيم جبهة البوليزاريو. فأتصور أنه لم يقدم أجوبة مقنعة، الأمر لا يتعلق أعتقد بشروط لوجستيكية أكيد لا تحتاج لأن تكون لبيبا لتعرف ذلك. طيب لنأخذ الدكتور درداري، طيب هذه الجلسة التي خضع لها إبراهيم غالي، ما هي الرسالة منها؟ أنا أعتقد على أن المغرب وقبل يعني توديع غالي تراب الإسباني متجها نحو الجزائر قال لإسبانيا على أنه لا يمكن لدخول غالي أن يكون شبيه بخروجه من إسبانيا، يعني أن إسبانيا لما علمت هذه الرسالة يعني اجتهدت على مستويين، المستوى الأول هو على مستوى يعني بطريقة محتشمة، يعني أنه أجاب أو عرضه على القاضي لكي يستجوبه دون يعني إعطاء الأمر باعتقاله أو سحب منه وثائق التي دخل منها أو التحقيق فيها، وهذه يعني ربما سلوك أو تصرف مرتجل يعني محتشم
ربما تريد منه إسبانيا أن تحفظ غسل يعني وجه إسبانيا مع المغرب. ثانيا هو أن الجزائر إذا رجعت ثانية وحملت بن بطوش ستكون رسالة واضحة عن طريق المجتمع الدولي بأن الجزائر وإسبانيا يتفقان معا على سيادة المغرب. فكانت الوساطة الفرنسية هي الملجأ حتى تبقى هناك خيوط للدبلوماسية مستمرة، وربما أن فرنسا ستكون وسيطا في هذا الخلاف، لكن على المغرب أن لا يركز فقط على الحدث ولإنما على آثار وخلفيات الحدث. فإسبانيا اليوم ينبغي أن تفهم بالنسبة لك أن تكون الطائرة فرنسية معناها أنه كانت هناك وساطة فرنسية؟ نعم عزيزتي، لأن لا يمكن لسيارة تحمل جنسية عفوا طائرة تحمل جنسية دولة وتتدخل في موضوعين يعني معلوم بأنه موضوع توتر، وأن تتصرف أو تنقل شخصا وهو موضوع لمتابعة وموضوع متابعة دولية وقضائية. ولكن عندما تقول وساطة قد يفهم عندما يتعلق الأمر بالوساطة أننا نصل إلى حل وسط، إلى مسافة توافق بين الأطراف المتنازعة، ربما هذه القراءة قد يعاكسك فيها الكثيرون، أم هو ترجيح بالنسبة إليك؟ نعم، ما يمكن قوله حسب يعني وجهة نظري هو أن المغرب اليوم يراهن على الوصول إلى حل نهائي لقضية الوحدة الترابية مع إسبانيا. طيب. وبالتالي فالحزب الشعبي اليوم يحمل حسب تصريح يعني زعيم الحزب الشعبي أنه لا يمكنه أن يغامر بمصالح إسبانيا مع المغرب، وبالتالي فالباب مفتوح مع المعارضة، وعلى المغرب أن يمدد الاحتجاج على إسبانيا وأن يضغط أكثر إلى حين تغيير حكومة جديدة قد تكون مجددة للاتفاقيات ومتعاونة من جديد مع المغرب، ويمكن إنهاء ولكن هل يمكن أن تسقط الحكومة الإسبانية من طرف المغرب؟ هل هذا ممكن في العرف الدولي؟ في العرف الدولي هناك عوامل كثيرة، إذا كثر الاحتجاج الدولي على حكومة معينة وأرادت إسبانيا يعني أن تحفظ يعني علاقتها بالدول التي تحتج على سلوكاتها الغير القانونية والمتنافية مع مبادئ القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان العالمي، وأيضا إذا أرادت أن تنقذ يعني موقعها وتحافظ على مكانتها فهي تلجأ إلى تسخير بطريقة ذكية الأحزاب لتجديد صورة الدولة وبالتالي التخلص من الوجه الموجود الآن أمام الدول. ربما ما يقول لك البعض أنه التنازل الذي يمكن أن تقدمه إسبانيا هي تعديل وزاري وليس إسقاط للحكومة. ربما سنأخذ رأي الأستاذ روين في هذا في هذه النقطة لاحقا. قبل ذلك أذكر فقط أن القاضي الإسباني خوسي كارلوس أوريغا فتح تحقيقا في دخول زعيم البوليزاريو المدعو إبراهيم غالبي وثائقة مزورة إلى إسبانيا في 18 من أبريل الماضي. وأشار القاضي في الإجراءات الأولية لهذا التحقيق بعد شكاية تقدمت بها منظمة الأيادي النظيفة ومشتكون آخرون، واتخذ القاضي هذا القرار قبل 4 أيام من مثول إبراهيم غالي أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، ولم يتم الإفصاء عنه إلا بعد مغادرة زعيم الانفصاليين التراب الإسباني. ونبه خوان فيسنتي بيريز البرلماني السابق عن الحزب الشعبي وأحد المشتكين في هذه القضية إلى كارثة أو هكذا سماها تدبير هذه الأزمة من طرف الحكومة الإسبانية، مشيرا إلى أهمية العلاقات مع المغرب. أنا خوان كارلوس نافارو محامي في هادي فالنسيا. قدمت خلال الأسبوع الماضي شكاية باسم البرلمان السابق عن الحزب الشعبي خوان فيسنتي بيريز ورجل الأعمال المعروف في المجال السياسي وريادة الأعمال من أصل مغربي رشاد الأندلسي. الشكاية المقدمة لمحكمة لوغرينو ضد إبراهيم غالي الذي دخل بطريقة ملتبسة ومتحايلة للتراب الإسباني، وهو يعلم جيدا أن هناك العديد من القضايا الجنائية ضده خصوصا في المحكمة الوطنية المركزية رقم 5 في مدريد. هذه القضايا تتعلق بالإبادة الجماعية والتعذيب ضد ساكنة مخيمات تندوف والذين يفوق عددهم 100 ضحية. الفاتح من يونيو كان عليه المثول للاستجواب، وكنا نتوقع ألا تكون هناك تدابير لمنع هروب هذا الشخص.
كنا قد قدمنا شكاية تتعلق بجرائم تزوير وثائق رسمية، وهي جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى ما بين 3 و6 سنوات. لقد علمنا أنه استعمل هذه الوثائق لدخول المستشفى، وذلك من أجل الفرار من الملاحقة القضائية. بعد الفاتح يونيو وعكس تعهده بالمكوث أياما فوق التراب الإسباني، تم تهريبه في الليل بشكل سريع. هروب جاء قبل أن يتسلم إشعارا من المحكمة بيوم واحد، وبالتالي هذا ما جعله يتهرب من استقبال إشعار من طرف المحكمة، بالإضافة لإشعار موضوع شكاية ثانية مقدمة من طرف هيئة إسبانية أخرى. aperturado diligencias previas en el jugador del Logroño. ¿Qué significa que si se le comunicaba esta denuncia así que se podrían adoptar? هذا يعني أنه لو استقبل الإشعار كان سيكون من الواجب على المحكمة أخذ تدابير احترازية من أجل تفادي هروبه من إسبانيا، مثلا سحب جواز السفر. cautelares como son retirada del pasaporte, etcétera. كل هذه الشكايات عجلت بمغادرة التراب الإسباني. abandonar el territorio nacional. إذن كذا هذا تصريح المحامي إخوان كارلوس نافارو. أعود إليك الأستاذ أروين، يتساءل الكثيرون هل ملف القضية طوي الآن في إسبانيا أم هناك متابعات أخرى؟ لا أعتقد أنه من ناحية قضائيا طوي الملف، الملف لازال مفتوحا لأن الأمر يتعلق بجرائم ثقيلة، جرائم الإنسان، جرائم الحرب، جرائم اعتقال سعد الصوفي إلى آخره. جلسة البارحة محامي الضحايا وأيضا المحامية السيدة ماريا خوسي مالاغون محامية مهدي فاضل بريكا طلبت باعتقال الرجل، اعتقال احتياطي، كما طلب أيضا المحامي روميرو محامي الضحايا بإما سحب جواز سفر أو الإقامة الإجبارية على المعني بالأمر. طبعا هما في هذا السياق يشيران إلى الفصل 503 من قانون المجتمع الجنائي الإسبانية الذي يحصر متى يمكن مجمل التدابير الوقائية التي من المفروض أن يقوم بها قاضي التحقيق إذا تبين له أن بالملف ما يفيد أنه بالفعل نحن أمام جرائم، بالفعل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الإسباني، ليس فقط القانون الجنائي الإسباني وإنما أيضا القانون السنديني للمحكمة للسلطة القضائية في إسبانيا، خصوصا المادة 23.5 التي تؤطر اشتغال المحكمة الوطنية الإسبانية. المثير في هذه الجلسة، جلسة البارحة الأخ زهرة، هو دفع محامي إبراهيم غالي السيد مانويل أوي. هذا الأخير سأل إبراهيم غالي إن كان الأخير يريد الدفع بالحصانة، الحصانة الدبلوماسية والسياسة التي يتمتع بها رؤساء الدول والشخصيات السياسية. بالفعل إبراهيم غالي قال بالفعل نعم هذا حقي ومن حقي أن أدفع بالحصانة الدبلوماسية والسياسية. قاضي التحقيق السيد بيدراز غوميز طلب إبراهيم غالي وطلب أيضا محاميه بأن يحضر كتابة، لأن الأمر يتعلق بدفع، لست أدري هل كان بيدراز غومير ينتظر هذا الدفع أم لا، وإنما طلب الرجل بأن يأتي كتابة وبتفصيل بما يفيد ذلك، لأن هنا أعتقد اختلط القانوني بالسياسي. طيب نريد أن نعرف هل القضاء الإسباني سمح بمغادرة إبراهيم غالي أو نقول لم يمنحه من ذلك لأنه لم تكن هناك حجج كافية لإدانته، أم أنه هناك إملاءات سياسية أجبرت القضاء الإسباني الذي أثبت هذه المرة أنه لم يكن مستقلا على مغادرة إبراهيم غالي؟ لأنه بالنهاية لا يمكن التحقق من هذه التهم ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة في 12 ساعة، لا يوجد هذا على الإطلاق.
بالفعل الأخت جوهرة، الارتباط الذي حصل البارحة بين الجهات الاستخباراتية وبين القضاء، أعتقد نستطيع أن نستشف من خلاله لأن الملف هو لا يدبر فقط من طرف القضاء، لا يدبر فقط من طرف القضاء، وإنما يدبر أيضا بأيادي استخباراتية. من الناحية القانونية أعتقد لا يمكن لقضية التحقيق أن يمنع مغادرة رجل للتراب الإسباني إن لم يتبين له أن بالملف ما يدعو إلى اعتقاله. وشروط التدابير الوقائية التي من المفترض أن يوظفها قضية التحقيق هي معدودة على سبيل الحصر في الفصل 503 في قانون المسطرة الجنائية الإسبانية، تبين لقضية التحقيق أنه ليس هناك بالملف، ليس هناك جدية في الادعاءات التي سواء دعاها سيد مهدي فاضل بريكا أو ضحايا جمعية صحراوية لحقوق الإنسان. طيب بالنسبة للإسبان، هل أحدثت هذه القضية وتطوراتها خدوشا على وجه القضاء الإسباني، العدالة الإسبانية أم لا؟ كيف ينظر اليوم من الأوساط السياسية للعدالة الإسبانية؟ بالنهاية هناك ثابت ربما قوي اليوم في هذه القضية هو أن القضاء الإسباني لم يتحرك إلا متأخرا، وعندما تحرك اكتفى بجلسة استماع واحدة رغم أن هناك ضحايا مغاربة، والأكثر من ذلك هناك ضحايا إسبان في جرائم ارتكبت على أرض إسبانيا. أعود لأذكر الأخت جوهرة على أن القاضي سواء قاضي التحقيق أو قاضي الحكم هو فم القانون وينطق باسم القانون كما قال مونتسكيو. قانون الولاية الدولية على جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاعتقال التعسفي تم تغييره بشكل كبير سنة 2014 مع حكومة مارينو راخوي وهي الحكومة اليمينية. من قبل كانت المتابعة في هذا السياق مفتوحة، لا تربية المسألة بالجنسية الإسبانية وبالحضور فوق القرار الإسباني وما إلى ذلك. في 2014 حصل تحول. بالنسبة للقضاء هو ملزم بالامتثال للقانون، فلا يمكن للقاضي أن يتحرك خارج القانون. ولكن القانون الإسباني متشدد جدا فيما يتعلق باغتصاب السيدات. هناك سيدات يقول إن إبراهيم غالي اغتصبهن واعتدى عليهن. هذه مسألة نعرف أنها شائكة جدا في أوروبا، في جميع أوروبا وليس في إسبانيا فقط. نعم بالفعل أتفق معك الأخت جوهرة، وهذه النقطة بالضبط هي موجودة ضمن مقتضيات القيام بأحد إجراءات التدابير الوقائية في الفصل 503. نعم 503 من قانون المسطرة الجنائية الإسباني، هذه النقطة بالضبط هي موجودة، أنه إذا كانت الحقوق القانونية للضحايا مهددة فينبغي اعتقال المعني بالأمر الفاعل المفترض. هذا كمتابع للملف هذا ما يدفعني شخصيا لأن هناك تداخل أيادي الاستخباراتية والأمنية مع الأيادي القضائية والقانونية، وهذا طبعا أعتقد مسيء جدا لصورة إسبانيا. العقل الحزبي داخل إسبانيا أعتقد بدأ يتحرك هذه الأيام الأخيرة. طيب سنعود إلى هذه النقطة. طيب سنعود إذا تفضلت إلى هذه النقطة لاحقا. أريد أن أمر إلى الدكتور درداري. المحامون كثيرون هنا في المغرب، هناك من تقدم بشكاوى كذلك. ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن للمحامين المغاربة أن يقوموا بها؟ المحامي المغربي مثل المحامي الإسباني والمحامي الفرنسي يمكن لهيئة المحامون بصفة عامة في المغرب أن يتقدموا بشكاية أيضا إلى القضاء المغربي وإلى القضاء الأوروبي. لماذا؟ لفتح موضوع كما تم فتحه في إسبانيا ضد جميع يعني الجرائم التي ارتكبها إبراهيم غالي وعصابته في حق المدنيين، خصوصا وأننا نعلم اليوم على أن القضاء يعني إذا تسيس فإن العدالة تضيع. فإسبانيا مثلا إذا كانت قد فضلت
يعني 300 إسباني يعني في مقابل مجرم، يعني أنه قتل حوالي 300 إسباني يعني قتلا عمدا يعني عملا إجراميا، وفضلت يعني علاقة الحكومة فضلت علاقتها بإبراهيم غالي المتناقض يعني والمزدوج والمتعدد الشخصيات الذي يعتبر رئيس دولة البوليساريو وفي نفس الوقت موظف بالدبلوماسية الجزائرية. أنا أعتقد بأن المغرب اليوم سواء عن طريق البرلمان أو عن طريق المحامون يمكن أن يلجأ إلى مذكرات، فمثلا في البرلمان ينبغي أن البرلمان المغربي ينبغي اليوم أن يسن قانون تجريم الانفصال كما ذهب إلى ذلك القضاء الإسباني. فالقاضي الإسباني هو قاضي يعني في هذه في هذا الملف المتعلق بإبراهيم غالي هو خضع لتعليمات سياسية أكثر من أنه حافظ على استقلاليته. هل لديك معلومات دكتور درداري إذا تفضلت يعني عن تنسيق قضائي؟ هل هناك اتفاقيات قضائية مغربية إسبانية يمكن أن تخدم المغرب في مثل هذه الواقعة؟ أستاذتي الكريمة، أنا أقول بأن إسبانيا بها رأي عام وبها مجتمع مدني وبها منظمات حقوقية قوية، وبالتالي فحينما يلجأ القاضي إلى عدم متابعة مجرم بجميع الأدلة وبجميع الشكاوى المقدمة ضده وبالأعمال التي ارتكبها على الأرض وقتله لشخصيات بما فيها شخصيات يعني دولية كالشخصية الأمريكية اللي كانت مترجمة مع المينورسو وقتل يعني أبرياء والتحرش والفساد والاغتصاب، وكل يعلم على أن كاين شكاية تقدمت في حقه بشأن الاغتصاب، اغتصاب المرأة، والمرأة يعني فضلت بأن تتقدم بشكواها أو بشكايتها أمام القضاء الإسباني لأن بحكم عالمية الاختصاص. فالمغرب اليوم يمكن أن تكون يعني قوانينه شبيهة بالقوانين الإسبانية وقضاؤه شبيه بالقضاء الإسباني حتى لا يبقى بين الدولتين مجرم يجول ويصول نظرا لتعارض ربما هويات القضائية الهويات، وممكن اللجوء إلى الدبلوماسية القضائية، وهذه المناسبة ممكن أن تكون فيها حركات يعني حقوقية ومنظمات حقوقية للضغط على الحكومات لكي لا تبقى مستمرة في تأييد المجرمين وتأييد القتلة والسمح لدخول المجرمين لأراضي دون مراقبة بل التستر عليهم، خصوصا وأن إبراهيم غالي بدخوله إلى إسبانيا فهناك إسبانيا ارتكبت خرقا قانونيا أوروبيا، وهي أنها ذهبت في اتجاه معارض لاتفاقية شنغن بحيث أن الإرهابي أو المجرم إذا دخل إلى دولة أوروبية من حقه أن يجول في كل الدول الأوروبية. واليوم أمام إسبانيا أزمة أوروبية وأزمة داخلية وأزمة مع المغرب، وبالتالي فيمكن للحكومة الحالية أن تغير من نهجها أو أن تقدم استقالتها أو أن تجري انتخابات سابقة لأوانها، لأن إسبانيا لن تجني شيئا من الصراع أكثر مما تجنيه مع التعاون مع المغرب. ومحاولة الحكومات يعني تحريك بعض الجيوب مقاومة أو بعض الردود وبعض الأفعال وبعض الأكاذيب وتسخير بعض الأمور بعض القضايا التي هي ليست في صالحها كتسخيرها للقانون الدولي الإنساني، فهذا القانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يطبق إلا في حالة حرب. ومحاولة إسبانيا إثارة هذا نعم. طيب للمزيد مشاهدنا من التوضيح حول مستقبل الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا في ظل التطورات الأخيرة المتمثلة خاصة في هروب إبراهيم غالي، كان معنا مباشرة في نشرة سابقة من مدريد محمد المودن مراسل ميديا في إسبانيا. نعم، دعني أولا أقول بأن عملية خروج مغادرة غالي إلى الجزائر كانت السلطات الإسبانية قد أخطرت نظيرتها المغربية بالمراحل الخروج يعني بترتيب، والتداعيات الأكثر بالتأكيد هو نوع من التنفس أو بالاسترخاء من قضية كانت يعني جمر في يد السلطات الإسبانية وكانت تقلقها بشكل كبير جدا، وربما خلقت أزمة مع جار مهم واستراتيجي لم تتخلى إسبانيا في أي لحظة من لحظات هذه الأزمات أن تكررها، على الرغم مما قد تكون استعملته من خطابات انتقاد أو خطابات سوء تفاهم مع الجار، ولكن كانت تشدد عليها. التصريحات التي وردت اليوم من كل المسؤولين في قطاعات حكومية، لا وزارة الفلاحة ولا الناطقة باسم الحكومة ولا وزراء آخرين لا يحضرني باللحظة الأثناء، كلهم هناك أمر مشترك بينهم هو التفكير في محاولة إعادة هذه العلاقة مع المغرب بشكل سريع.
الأسابيع إلى 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 واقعها أنها بلد مهم جدا بالنسبة إلى 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 إسبانيا، وكانت تشدد على هذا الأمر. وما يبدو هو أنه الآن بالنسبة إليهم الجهد الذي ينبغي أن يبذل سياسيا ودبلوماسيا هو العمل على إعادة الثقة في بلد يبدو أنه تأثر وجار تأثر من هذه الأزمة، وتهتم إسبانيا بدرجة أكبر على أن تعيد هذه الثقة وعلى أن تسعى في أن تتجاوزها بشكل كبير. عندما تحدث الأستاذ محمد داروين المغرب عن هذه الأزمة قال إنها لم تبدأ بإبراهيم غالي ولن تنتهي معه، وتحدث عن مسألة جوهرية في العلاقة بين الدول حتى في العلاقات الإنسانية هي الثقة. ماذا يمكن أن تقدم إسبانيا من أجل إعادة بناء الثقة، ونحن نعرف أنه من بين الأمور الشائكة المعقدة جدا في الحياة هي استعادة الثقة عندما تفقد؟ أعتقد أنه بالنسبة للعلاقات المغربية لإسبانيا أتصور مع الاحترام الشديد طبعا لكل الآراء الأخرى أن 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 درجة التوتر بين المغرب وإسبانيا لا ترقى إلى درجة العداء. صحيح أن هناك توتر بين البلدين، لكن درجة العداء أعتقد لمجموعة من الاعتبارات، ولكن العداء ربما أقل ألاما من الغدر. لا، عندما تطعن في الظهر لا يصبح الأمر متعلق بالعداء فقط، أن تحس بالغدر ولم تكن طعنة واحدة، هي طعنات متوالية كذلك أستاذ محمد. نعم بالفعل أخت جوهرة، هو حصل خطأ، صحيح حصل خطأ، وأنا أعتقد أن مسلسل الأحداث يوحي بالاعتراف بالخطأ. كلام السيدة مونتيرو، عندما الإسبان يقولون خطأ، في المغرب لا نقول خطأ، نقول غدر، نقول طعنة في الظهر موجعة، نقول أن الثقة ربما ذهبت كليا وعلينا أن نبنيها من جديد. لذلك أنا قلت إسبانيا ما الذي يمكن أن تعطيه كبادرة حسني؟ أعتقد لا نختلف على التوصيف، لكن أعتقد أن أي أن اليوم العلاقات المغرب الإسبانية تحتاج إلى أن تعود إلى مسارها الطبيعي أكثر في الوقت. كيف مثلا إسبانيا ما الذي يمكن أن تقدمه؟ شوف إسبانيا مؤخرا للتذكير فقط أنه في شهر مارس السابق محامو الدولة الإسبانية إلى جانب محامو فرنسا كانوا بين المدافعين عن حق المغرب في توقيع اتفاقيات التبادل التجاري والصيد البحري مع المغرب، دافعوا عن أحقية المغرب في توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات التبادل التجاري بمحكمة العدل الأوروبية. أعتقد هذا موقف يحسب لإسبانيا. إسبانيا صحيح أنها مترددة فيما يخص الموقف من الصحراء المغربية، لكن أعتقد أنا أتصور أنها مسألة وقت، ليس إلا مسألة وقت. هي مترددة فيما يتعلق بهذه النزعة الانفصالية في المغرب، ولكنها غير مترددة تماما عندما يتعلق الأمر بانفصالها هي داخل إسبانيا. نحن نتابع ما يحدث في إسبانيا، تابعنا كيف كان القضاء، كيف تصرف حتى خارج القانون عندما تعلق الأمر بالانفصال داخله. لا يمكن أن تدافع عن الانفصال داخل بلدك وتدعمه عندما يتعلق الأمر بجارك. البلاغ الأخير لوزارة الخارجية المغربية كان مفصلا وعدد نقاطا جوهرية فيما يتعلق بمد اليد ومساعدة إسبانيا في مواقف مؤلمة جدا وفي مواقف حرجة جدا. أنت ربما قرأت البلاغ وتعرف اليوم المغرب يتحدث عن مشكلة الثقة التي فقدت بين الطرفين. الأخ جوهرة، نسجل هذه المفارقة في إسبانيا. إسبانيا حقيقة هي ضد الانفصال في منطقة كاتالونيا، ولكنها مع انفصال في
للأسف نسجل هذه المفارقة في الموقف الإسباني، لكن في المقابل ينبغي أن نذكر أن إسبانيا لا تبعد بشكل نهائي خيار الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، بل أن إسبانيا تدافع عن حل متوافق عليه من طرف جميع الأطراف، لأن إسبانيا تعتبر المغرب حليف استراتيجي، كما أكد مجموعة من المسؤولين في هذه المحطة، كما أن إسبانيا أيضا لم تعد تلح على مطلب إجراء استفتاء في الصحراء المغربية. طيب إن كان هذا الأمر أستاذ روين يمثل إشكالية، طيب كيف تتصرف إسبانيا الدولة العريقة العضو في الاتحاد الأوروبي مع صناع قرارها الذين تصرفوا بطريقة لا يمكن إلا أن نصفها بطريقة تلهوات في هذه القضية منذ أبريل الماضي وقبل أيام من أبريل؟ أعتقد نعم إسبانيا، أعتقد أن بيدرو سانشيز وقع في المحظور، بيدرو سانشيز ارتكب خطأ سابقا، وأعتقد ربما أن كلفة هذا الخطأ اليوم تابعنا جميعا، سواء الأمين العام للحزب الشعبي السيد إخيا أو بابلو كاسادو رئيس الحزب أو فوكس يطالبون باستقالة السيدة ألانشا وزيرة الخارجية، وأنا أعتقد أن أصوات أخرى ترتفع للمطالبة برأس الحكومة كاملة، خصوصا أنها حكومة ائتلاف تعيش بين الفرق الفينة والأخرى أزمات داخل الحكومة. نعرف جميعا أن بابلو غليسياس زعيم حزب بوديموس كان يخلق متاعب كبيرة للحكومة الإسبانية، انسحب الرجل، لكن أعتقد الحزب لا زال في الحكومة، وإن كان أن الحزب لا يترأس الوزارات الأساسية في الحكومة، لكنه يخلق بين الفينة والأخرى أزمات داخل الحكومة. طيب ما أمر إلى دكتور درداري، بالنسبة إليك دكتور، ما هي الدروس التي يمكن أن تستخلصها المملكة المغربية من كل تطورات الأيام الأخيرة وخاصة الساعات الأخيرة؟ يمكن القول على أن المملكة المغربية وتماشيا مع يعني المستجدات التي عرفتها هذه القضية والفضيحة التي دخلت فيها إسبانيا أمام المجتمع الدولي، فيمكن القول أن المغرب يمكن أن يعني يستنبط مجموعة من الأحكام، مجموعة من الاستنتاجات. أولا، مسألة الوحدة الترابية ليس موضوعا للفلسفة، فهو موضوع وجود أو موت، حياة أو موت، وبالتالي بالنسبة للمغرب لا داعي لكي نفتح المجال للنقاش مع إسبانيا في الوحدة الترابية، فالوحدة الترابية هو موضوع مصيري، موضوع حياة أو موت بالنسبة للمغرب والمغاربة، ولا يمكننا أن نقبل بأي مساومة، المغرب لا يقبل بأي مساومة أو بأي جملة يعني ليس لها معنى في موضوع الوحدة الترابية، فبالأحرى أن يكون سلوك ليس له صواب ولا يسير طبقا لاحترام حسن الجوار وإلى سيادة الدولة المغربية. يمكن القول أيضا على أن المغرب اليوم أنه لا يمكنه أن يثق في إسبانيا مجددا ما لم تظهر الحكومة الإسبانية والسلطات الإسبانية عن حسن تعاملها ورغبتها في تجديد علاقتها مع المغرب، ولكن بطرق مختلفة، أي عن طريق يعني الاعتراف الصريح بالوحدة الترابية للمغرب، وعن طريق أيضا لجوء كباقي الدول إلى فتح قنصليتها في الداخل إن أرادت الاقتصاد، أو في العيون إذا أرادت الإدارة والتجارة أو أي شيء إن أرادت. أما ما دامت إسبانيا لم تفتح قنصليتها في الصحراء المغربية فهي عدو يعني حربائي يدور في فلك العلاقة الدولية، يراوغ، يعمل كل طيب دكتور درداري، هل ترى أنه من المنطقي أن يكون هناك أمل في اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء وهي التي لم تسمح لقضائها حتى بالتحري في جرائم ارتكبت كذلك على التراب الإسباني؟ حتى إبراهيم غالي لم تحاكم، اكتفت بجلسة استماع أخرى، أليس هذا المطلب سريالي بالمعطيات الآنية الموجودة اليوم؟ المنطق الواقعي يقول بأن المغرب في صحرائه وأن إسبانيا تضيع الوقت وتضيع الطاقة فيما لا يخدم مستقبل إسبانيا، وأنا أقول من هذا المنبر هل الانفصال يخدم المصالح الاستراتيجية لإسبانيا؟
ولماذا ترفضه داخليا؟ بل أن القاضي الإسباني ذهب إلى اعتبار الانفصال بأنه خيانة، وعلينا في المغرب أن نجد اجتهادا قضائيا يسير في نفس المنحى، ونعتبر أيضا عندنا بأن الانفصال خيانة، لا سيما وأن تجربة الانفصال في إسبانيا أبانت عن إضعاف قوة إسبانيا الداخلية وعن تشتيت الجهد وأيضا خلق مشاكل سياسية بين الأحزاب. فاليوم الحزب الشعبي هو حزب رزين، أنا أعتقد بأن الحزب الشعبي يفكر باسم الشعب الإسباني ومصلحة الشعب الإسباني في الانفتاح، في السياحة، في الاقتصاد، في المداخل، يعني الاقتصادية الدولية وغيرها. لكن المغرب يمكن أن ينوع، إذا لم تكن إسبانيا جارة محترمة لسيادة المغرب، ممكن أن يفتح باب التعاون مع جميع الدول بشكل ثنائي، وأن يكتفي إن تطلب الأمر عن اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بل يلجأ إلى التعاون مع فرنسا إن كانت صديقة للمغرب، ومع بلجيكا إن كانت صديقة للمغرب، ويبرم اتفاقية ثنائية دون اللجوء إلى المنطق الذي يجمع الدول الاتحاد الأوروبي، حتى لا تفرض إسبانيا كشريك مع المجموعة على المغرب. ثم أن هناك كثير من الاستنتاجات يمكن أن يصل إليها المغرب، هو أن يتناقش مع الدول العظمى في مصير المملكة المغربية في علاقتها بإسبانيا. أنا أعتقد أن العدو الحقيقي للمغرب ليس هو الجزائر، فالجزائر ما هي إلا مقحمة في نزاع، ولكن العدو الحقيقي هو من صنع المشكل في الصحراء، هو الفكر، يعني ربما يعني إسبانيا المركزية وإسبانيا التاريخية وإسبانيا المسيحية الاستعمارية هي التي خلقت مشكل في الصحراء، وعلى إسبانيا أن تحل هذا المشكل حتى لا يبقى للجزائر أي صلة بالموضوع. طيب إسبانيا لم تستطع حل حتى مشكلة الانفصالية، لكن الأستاذة جوهرة، نعم. إسبانيا قد تتعاطى، لأنها تضمن ربما تضمن داخليا مجموعة من الحقوق للسكان، لكن أن يكون الانفصال على حساب الأموال العمومية للدولة والشارع الذي يعني أقامته الدولة، وأن يدرس المواطن في مدارس الدولة وأن تصرف عليه أموال من الدولة فيتبنى الانفصال، هذه مجازفة لا يمكن القبول بها، لا من ناحية المنطق ولا من ناحية القضاء وحتى من ناحية الأخلاقية. لا يمكن لشعب يعيش في نظام مالي ونظام اقتصادي وطني ويطلب من داخله الانفصال، هذا انقلاب على الذات. المنطق يقول أنه لا يمكن أن تطلب من دولة أن تحل لك مشكلتك فيما هي غير قادرة تماما على حل مشكلتها. رأيناها كيف تعاملت مع المظاهرات والاحتجاجات والنزعة الانفصالية أنذاك، لم يكن القاضي الحاسم الأول في القضية. طيب أذهب إلى أستاذ محمد داروين، هل سنرى قرارات صارمة داخل المشهد السياسي في المقبل من الأيام بالنسبة إليك؟ أعتقد أن أنا متأكد أن 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 العلاقات المغربية الإسبانية بعد هذا التوتر تعرف انفراجا، وبالعودة إلى الوراء، العودة إلى أزمة البريخيل أو أزمة جزيرة ليلى سنة 2002، المحلل الإسباني المعروف إدواردو سولير قال أنه في نهاية الأمر هناك مجموعة من المسارات. المسار الأول هو المسار الذي أخذته العلاقات المغرب الإسبانية، هو مسار الأوربة، أي أن المشكلة لم يعود بين إسبانيا والمغرب وإنما أخذ بعدا أوروبيا. في مرحلة موالية يمكن أن يتدخل العاهلين، أن يتدخل العاهل المغربي والعاهل الإسباني من أجل حل المشكل. آخر ورقة هي تدخل قوة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تدخلت كانت 2000 جوز بين البلدين ووضعت حدا للتوتر بين المغرب وإسبانيا. أعتقد أن الأزمة الحالية والتوتر الحالي هو الآخر سيأخذ نفس المسار، لم نصل بعد إلى مراحل متقدمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد داروين على كل ما تفضلت به، الشكر موصول كذلك للدكتور أحمد درداري على كل التحليلات التي قدمتها، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.